تويوتا سوبرا هي سيارة رياضية يابانية انطلقت بالأسواق سنة 1978، وكان تم تطويرها بالبداية انطلاقاً من سيليكا. ومن بين سنة 1978 وسنة 2002 أنتجت تويوتا أربع أجيال مختلفة من سوبرا بهيكل بيبان مصنف فاست باك كوب، وبمقصورة بتساع نظرياً أربع ركاب بوضعية جلوس 2+2. وبعد توقف الإنتاج لحوالي 17 سنة متواصلة، قررت تويوتا إعادة إطلاق سوبرا بالأسواق، وقدمت الجيل الخامس الجديد لسنة 2020، واللي بينتمي كمان لفئة الكوب الرياضية بجسم من بيبان، ولكن مع مقصورة مزودة بمقعدين بس. ومن الضروري الإشارة أنه التنسيق كبير بين تويوتا وبي ام دبليو بهالمشروع، لأنه تطوير سوبرا الجديدة من قبل الشركة اليابانية ترافق مع تطوير زد 4 رودستر بنسختها الأحدث من قبل الشركة الألمانية. وبالتالي تقاسمت تويوتا وبي ام دبليو الهيكل والمحركات وبعض التجهيزات قبل ما كل شركة تنفرد بالشكل الخارجي المستقل وببعض المكونات والتجهيزات الخاصة فيها. إشارة أنه الهيكل المصنوع من الحديد والألومنيوم بيتمتع بصلابة بتزيد عن متانة هيكل لكسس LFA المصنوع من الكربون. وتصميم تويوتا سوبرا الجديدة تأثر بـ FT1 Concept يلي كانت تقدمت سنة 2014، وتم تثبيت المقصورة بوضعية مدفوعة للخلف لتأمين توازن للوزن بنسبة 50% للأمام و 50% للخلف. وبالتالي المقدمة طويلة والواجهة الأمامية هجومية وبتفرض حضورها على الطريق، بينما الإضاءة بتأمن الطابع العصري المطلوب. ومن الجهة الخلفية الشكل العام رياضي بامتياز. ومن الجوانب النفس الرياضي مأمن كمان مع تموجات واضحة لدرجة المبالغة. بالانتقال لداخل المقصورة، النفس الرياضي واضح ووضعية الجلوس منخفضة والرؤية للخارج جيدة، ولكن المساحات المتوفرة للسايق والراكب إلى جانبه منا من بين الأفضل بفئتها، باستثناء الارتفاع الواضح للسقف، والجزء العمودي من الكونسول الوسطي منه بين الأجمل كمان. وبالنسبة للتجهيزات والراحة والرفاهية فهي منوعة، وبتشمل خصوصاً شاشات عرض كبيرة وأنظمة تواصل رقمي متطورة. ميكانيكياً، وبعد ما كانت القوة ارتفعت من 125 حصان مع الجيل الأول من سوبرا لحدود 330 حصان مع الفئة الأقوى من الجيل الرابع، استعان الجيل الخامس بمحرك من إنتاج BMW بيتكون من 6 سيلندرز بخط متتالي وبسعة 3 لترات بيولد 335 حصان، علماً أنه متوفر بزد 4 الجديدة بنسخة أقوى. وتويوتا سوبرا رح تتوفر كمان بمحرك من 4 أسطوانات بسعة 2 لتر وبقوة أقل بطبيعة الحال. الترانسميشن المستخدمة أوتوماتيكية من 8 نسب أمامية، وبرمجتها بتتبدل في حال اختيار وضعية القيادة الرياضية يلي بتعدل كمان برمجة عمل المحرك والمقود والسسبنشن. ولكن محبي التبديل اليدوي للنسب رح بخيب أملهم، لأنه الجير بوكس اليدوية مش متوفرة على القليلة لتاريخ اليوم. وعلى الطريق تتمتع تويوتا سوبرا 2020 بنشاط عالي وبتوازن لافت وبرشاقة حركة واضحة، والتسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة بيتم خلال 4.3 ثواني، علما انه السرعة القصوى محددة الكترونيا عند 250 كيلومتر بالساعة. وللسيطرة على هالأداء القوي تم استخدام مكابح من تطوير بريمبو،
واللافت انه الدفع الخلفي بيتميز بديفرنشل بتحكم الكتروني نشيط ممكن يوزع 100% من الطاقه لجهه اليمين او اليسار بحسب ضرورات الحفاظ على التوازن. وبالنسبه للسسبنشن فهي متاقلمه مع امكان الاختيار بين برمجه عاديه وبرمجه رياضيه تهدف لتعزيز الثبات والتماسك اكثر واكثر، علما انه الاطارات قياس 19 انش والدوليب الرياضيه بامتياز اعرض من الخلف مقارنه بعرضها بالامام. ولائحة التجهيزات الإلكترونية المتطورة يلي بتساعد على التحكم وعلى منع الحوادث طويلة وجزء كبير منها بيتوفر قياسياً. أكيد أنه تويوتا سوبرا لسنة 2020 راح تفرض حالة بين الخيارات الرياضية الجديدة والممتعة للقيادة اليومية، وهي بتستفيد من سمع ناجحة ومن مواصفات كتير جيدة، ولكن سعر مبيعها منه كتير رخيص نسبياً. عجبك هالفيديو؟ اعمل له لايك وشير مباشرة، وإذا حابب تتابع كافة إنتاجات موتور شو اشترك على القناة هلأ، اضغط على سبسكرايب.